من قلب معسكر جباليا ومن فوق ركام هذه البيوت التي دمرتها آليات الجيش الإسرائيلي، هذا الشارع الذي أقف الآن بداخله هو ما دمرته وشقته آليات الجيش الإسرائيلي من فوق المنازل في هذا المربع السكني. عدد كبير من المنازل دمرتها آليات الجيش خلال اقتحام منطقة معسكر جباليا، لكن اليوم يحاول السكان هنا استصلاح ما تبقى من بعض هذه المنازل والتي دمرتها آليات الجيش الإسرائيلي. هنا يحاول السكان تنظيف هذه البيوت، وحتى إن كانت آيلة للسقوط ولا تصلح للسكن في هذه اللحظات، لكن الكثير منهم وجد ما تبقى من منزله. لكن هنا أبو محمد والذي يسكن خيمة أمام منزله ولا يجد أي بقايا لهذا المنزل يحاول أن يتعايش مع هذا الظرف في هذا الواقع الصعب الذي يعيشه مخيم جباليا. والله احنا في الخيمه هذه معاناه، يعني احنا قاعدين في معاناه، فهمت كيف؟ وانتم شايفين يعني القصف في المنازل كامله بالمعسكر، يعني احنا مراكز صعبه جدا، حياتنا بس في المخيم، يعني احنا مش طالعين من المخيم، احنا قاعدين في المخيم، بنينا الخيمه هذه بالطبع، جبنا براميل للمي مع انه امور المي صعبه جدا عندنا، بنمشي 500 متر فهمت كيف او 600 متر لما نجيب قلنا المي، يعني في عندنا مشكله ثانيه، البير المي اللي احنا بنستعمله في الحي تم تجريفه بالكامل، بنستنى على امل انه يعني كميه مي تجينا من مساعدات، امور مساعدات صعبه جدا. طب متى تم توزيع الخيم عليكم بحيث انه تقويكم بدل الخيم هاي الضعيفه؟ ما فيش خيم عندنا، فيش خيم، احنا عملنا شغلات بسيطه يعني من البيت، امور البيت، شرايط من شرايط البيت، امور يعني صعبه جدا، يعني امور صعبه جدا جدا للغايه. شكرا ابو العبد. اذا ظروف ابو العبد هنا ظروف كثير من السكان، وحاله كحال الكثير منهم الذين لا يجدون اي خيام حتى تأويهم خلال هذه الفترة من هذه الاستهدافات المتكررة في مناطق شمال قطاع غزة، والعدد الكبير جدا من المنازل التي تم تدميرها في مناطق مخيم جباليا. عبد القادر صباح من شمال قطاع غزة لقناتي العربية والحدث.